ميرسي يا سلمى. مكتب حضرتك جاهز؟ لا لا، انا هدخل هنا الاول. تحت امر حضرتك. ميرسي. مصدقتش نفسي لما بابا قال انك في المحطة. زهقت من قعدة البيت وكنت عايزة اطمن ان بقيت كويسة بقى. أنا متأكدة انك هتبقي كويسة، بس يلا بقى، يلا بينا على مكتبك. مش عايزاني اقعد هنا كتير، خايفة عليا. مش عايزاكي تتعبي نفسك من أول يوم. أنا مش جاي عشان أغير جو، بس أنا بفكر زيك بالظبط. بتفكري في إيه؟ بصي يا رانيا، أنا هعمل المستحيل لغاية ما أعرف مين اللي قتل أخويا. يبقى لازم تساعديني يا نوال، في حاجات كتير عن عصام محدش يعرفها غيري. عايز تعرفي إيه؟ ساميو. عايز أعرف الميدالية دي بتاعت مين؟ أنت ليه ما قلتليش على حكاية الميدالية دي قبل كده؟ بصراحة يا نوال أنا كنت عارفة إنك تعبانة ومش عايزة أتعبك أكتر من كده. بس الميدالية دي ممكن تريحنا كلنا. يا ريت يا نوال، بس ازاي؟ مين تاني عارف الموضوع ده؟ حامد مختار. ليه قلتي؟ ما اقدرش اخبي عنه حاجه مهمه زي دي، وكنت مستنيه رايه ولو اني ما خدتش بيه. هو قال لك ايه؟ كان عايزنا اسلمها للبوليس. كويس انك ما عملتيش كده. يعني انا صح؟ لحد دلوقتي. بس انا خايفه يا نوال، حاسه انه في ناس كتير بتراقبني. حاسه ولا متاكده؟ مش عايزه اقول لك متاكده لحسن تخافي زي ما انا خايفه. ولو خفنا مش هنوصل لحاجه. تفتكري مين اللي بيراقبني؟ معرفش. احتمال يكون حد من طرف القاتل وعايز يعرف انت وصلتي لايه. الاستاذ حامد مختار قال لي انه خايف انهم يوصلوا لي قبل ما نوصل له. عنده حق. لو ده حصل يعني يبقى كاننا ما عملناش حاجه. طب والعمل ايه؟ صلاح الفكهاني بره وعايز يقابل حضرتك. ياه. مين صلاح الفكهاني ده؟ ده كان مساعد عصام هنا في المحطة لمدة 5 سنين، وبعدين استقال من سنة تقريبا. خليه يتفضل. ليه استغربت لما عرفت انه عايز يقابلك؟ من ساعة ما مشي من هنا ما شفناهوش، ما اعرفش ايه اللي جايبه دلوقتي. البقاء لله يا مدام نوال. الحقيقة أنا استنيتك عشان تنزلي الشغل، عشان أجي وأعزيكي بنفسي. مع إن أنا شخصيا والله محتاج اللي يعزيني. ميرسي. بس الحقيقة ما فيش عزا لغاية ما أعرف مين اللي قتل عصام. حقك طبعا. احنا كلنا لازم نقف جنبك في الحق ده، ولا ايه يا سياده المحاميه؟ حضرتك تعرفني؟ طبعا. هو مين ما يعرفش رانيا بالورد؟ اشطر محاميه في البلد. متشكره. لا دي حقيقه مش مجامله، انا متابعك من ساعه ما كسبتي قضيه الاستاذ عصام الله يرحمه لحد الحديث الجريء اللي نزلك في مجله الحدث. حديث ايه؟ هي قالت انها في اقرب وقت هتوصل للقاتل، وربنا ينولها اللي في بالها عشان كلنا نشفي غلنا. على كل حال ميرسي خالص على الزيارة، والله لو ما كنتش نازلة كنت قعدت معاك أكتر من كده. يا مدام نوال لا شكر على واجب، وأتمنى يعني المرة الجاية إن شاء الله نتقابل في ظروف أحسن من كده. ميرسي. عن إذنكم. أول مرة أشوفك بتكلمي حد بالطريقة دي. تفتكري ده يستاهل معاملة أحسن من كده؟ أنت إيه رأيك؟ بصراحة ما استريحتلوش. أمال لو تعرفي اللي أنا عارفاه. عارفة إيه؟ بعد ما ساب عصام وراح اشتغل في المحطة التانية قال لهم على كل أسرار عصام. وعصام عمل إيه؟ ولا حاجة. هيعمل له إيه يعني؟ بس ربنا انتقم من صلاح. بعد كام شهر كده اترفض من المحطة الجديدة اللي راح لها بعد ما تأكدوا إنه خان عصام. يا ترى راكب عربية نوعها إيه؟ يا رب الحق. الحق يا نوال، ده راكب عربية نفس نوع المفتاح اللي معانا. اديني المفتاح بسرعة يا نوال. هتعملي ايه؟ هفهمك بعدين.
خلي بالك من نفسك. خير يا مدام، دي كنت ماشية ورايا ولا أنا بتهيألي؟ بصراحة أيوة، أصل أنا كنت عايزة أتكلم معاك شوية بخصوص القضية وما لقيتش نمرتك مع نوال، قلت أحصلك بنفسي. يا فندم ده شرف ليا. آه في حاجة؟ أنت تعبانة؟ يعني دوخة بسيطة كده بتجيلي كل منزل من غير فطار. أهو عشان كده بقى أنا لا يمكن أنزل من البيت من غير فطار. الناس في البلاد بره بتعتبر الفطار ده هو الوجبة الأساسية. عندك حق. اخ معلش، بعد اذنك استاذنك تجيب لي حاجه مسكره من السوبر ماركت اللي في البنزينه. بس كده من عينيا الاثنين. لحظه لو سمحت. انت بتعملي ايه؟ لا 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 ما يصحش كده. لا ما ينفعش. ما ينفعش، خلينا نتحاسب في حاجه اكبر من كده. ميرسي لذوقك. اتفضلي. ده عصير تفاح. معلش انا قلقت عليكي، ما لحقتش اسالك بتحبي ايه. كله كويس. ها ما قلتليش امتى. هو قال لي امتى؟ يعني نتقابل امتى؟ مش انت قلتي لازم نقعد عشان نتكلم في حاجه بخصوص القضيه؟ اه مظبوط. اديني نمرة تليفونك وانا هبقى اكلمك علشان نحدد ميعاد ما بيننا. اتفضل يا باشا. ده كشف المعارف عصام الكشف اللي معاهم عربيه من نفس ماركه المفتاح اللي مع رانيا. ايه ده يا مدحت؟ هندور في كل دول؟ انا عارف ان هم كتير، بس المفاجاه الحقيقيه بقى في اخر اسم. مش ممكن، احمد عثمان ابو الورد؟ اخو رانيا. طبعا مش هيجي في بالها ابدا انها تشك في اخوها او حتى تجرب المفتاح على عربيته. وانت رايك ايه؟ والله يا باشا بقى انا رايي ان احمد ابو الورد ده بالذات مش بعيد عن الشبهات، وخصوصا بعد ما عرفت ان هو قرر يسيب البلد ويسافر الخليج النهارده. الميدالية دي لازم تبقى معانا فورا. لان ما طلعش مفتاح عربيته. لا، ولو اني لسه حاسه ان الاسم صلاح ده وراه حاجه. ليه؟ المعلومات اللي انت قلتها لي، تصرفاته، كل حاجه فيه غريبه. تصوري انا قعدت 5 سنين اقول نفس الكلام ده لعصام، ما كانش راضي يصدقني، كان بيثق فيه جدا. ما تعرفيش بعد ما اترفد من المحطه الثانيه عمل ايه؟ اشتغل فين؟ اختفى خالص، ما نعرفش عنه اي حاجه. حتى عصام من كتر ما كان زعلان منه ما حاولش يسال عليه. طب بقول لك يا نوال، ما تديني عنوان المحطه دي عشان اروح اسال عنه فيها. حاضر. بس على فكره وانت بره انا افتكرت حاجه تانية. حاجه ايه؟ ايمن السخاوي مدير مكتب شوكه زاهر في الشركه الجديده اللي مسكها بعد ما اقروه من الوزاره. ماله ايمن السخاوي؟ عربيته من نفس نوع العربيه اللي بندور عليه. طب اديني عنوان الشركه دي كمان. حاضر. بس بقول لك ايه، خدي نفسك الاول. مفيش وقت يا نوال. حاجة معاكي؟ لا، انت خليكي هنا ولو عرفتي اي حاجه بقى كلميني في التليفون. بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك، شوكه زاهر مش سهل، خصوصا بعد ما خسر قضيه رد الشرف، وكمان عصام كان بيهدده بفضايح جديده هتكشف فساده قدام الناس. لو المفتاح ده فتح عربيه مدير مكتبه يبقى احنا عرفنا مين القاتل. Thank you.
صباح الخير يا فندم. صباح النور. حضرتك لو قاعده شويه يا ريت تسيبيلنا المفتاح عشان العربيات اللي وراكي. انا طالعه للاستاذ ايمن السخاوي، هو موجود؟ موجود في مكتبه سعادتك. غريبه يعني، مش شايفه عربيته. لا يا فندم، العربيه موجوده، النبيت اللي هناك دي. يبقى اكيد غيرها قريب. والله يا فندم انا من ساعه ما اشتغلت هنا وهو معاه العربيه دي. طب ممكن تبلغه ان انا طالعه له؟ حضرتك ممكن تروحي للامن وهم هيتصلوا بيه. طب اقول لك ايه، ايه رايك انت تبلغ الامن على بال ما اركن العربيه هناك واقفلها كويس، وما تقلقش هسيب لك المفاتيح. تحت امر سعادتك. اقول له مين؟ اقول له مندوبة شركه التامين. يا عم اوعى، ايه اللي موقفك كده يا عم؟ ادخل. انا مالي، عطلت مره واحده. يا عم اوعى تطلع انت العربيه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما تخافيش يا مدام، مباحث. انا شفتك قبل كده. قصدك كشفتيني قبل كده. كنت ماشي ورايا بتراقبني بالتاكسي ده من كام يوم، واحمدي ربنا ان احنا كنا بنراقبك دلوقتي كمان وقدرنا ننقذك منهم. ومين اللي بعتك تراقبني؟ هتعرفي كل حاجه في المديريه. مديريه؟ الليمون ده هيروق دمك. ميرسي. انا عارف انك جايه من مشوار صعب. ممكن اعرف انتوا كنتوا بتراقبوني ليه؟ عشان نحميكي، واديكي شفتي بنفسك، لحقناكي في اخر لحظه. تحموني من ايه؟ من شوكه زاهر ومدير مكتبه، ومن اي حد راكب العربيه اللي ماركتها المفتاح اللي معاكي. ساكته ليه؟ كنت فاكرانا ما نعرفش ان الميداليه معاكي، وبتدوري على صاحب العربيه وانت معتقده ان هو اللي قتل عصام الكاشف. وليه سبتوني لغايه دلوقتي؟ ليه ما طلبتوش الميداليه اول ما عرفتوا انها معايا؟ كنا مستنيين نعرف هتوصلي لغايه فين. انا كنت عايزه. مدام رانيا، انا مش جايبك هنا عشان اعاتبك، ولا عندي وقت اسالك ليه ما سلمتناش الميداليه اول ما لقيتيها. المطلوب مني دلوقتي تديني الميداليه فورا. حضرتك ناوي على ايه؟ برضه ما عنديش وقت اجاوبك على السؤال ده. من مصلحتك تدينا الميداليه اللي معاكي فورا، لو فعلا عايزه تعرفي مين اللي قتل عصام الكاشف. احنا ما عندناش وقت نضيعه، لو عطلتينا اكتر من كده مش هنلحق الشخص اللي بندور عليه، واللي ممكن جدا يحل لنا لغز القضيه. مين الشخص ده؟ هتعرفي بعدين، مش دلوقتي. لو سمحتي هات الميداليه. اتفضل. هخليهم يمشوا وراكي لغايه البيت. مدام رانيا، محدش يعرف اننا خدنا منك الميداليه دي. اهلا ممدوح بيه. اهلا بيه، ازيك؟ جيت اسلم عليك اهو قبل ما اسافر. ايه، هتسافر وتسيب العروسه دي لوحدها ولا ايه؟ ما انت يا عم اللي ما رضيتش تجيب لنا فيها سعر كويس، اعمل لك ايه؟ قلت لك ده سقف الموديل ومش هجيب اكتر من كده. امر لله. اتصل بالزبون يا سيدي خليه يجي يخلص، بس قوامه النبي عشان عندي مشاوير كتير قوي لازم اعملها قبل ما اسافر الليله دي. احمد بيه كان على عين، زبونها طار والله. طب والعمل؟ ده انا كنت محتاج فلوسها جدا قبل السفر. الحل الوحيد اللي عندي جايز ما يعجبكش. يعني ايه؟ يعني هنقص 3000 جنيه عن المبلغ اللي كان معروض عليك. 3000 جنيه؟ هي فيها كام الف عشان ترقص 3000 جنيه؟ خلاص استنى بقى لما نجيب لها زبون. طب ما تخليهم 2000 بس. احمد بيه، عشان خاطرك انت والله خليهم 2500. عوضي على الله. ماشي يا سيدي، بس اديني فلوس اوام عشان الحق اروح الشهر العقاري اعمل لك توكيل بالبيع. بيحضر شنطته. افك التكشيره دي يلا اخش. اخش له اعمل ايه؟
أقطع التذكرة ولا أرمي جواز السفر؟ تدخل تسلم عليه تشبع منه قبل ما يسافر. ما تكملي قبل ما يسافر غصب عني. وبعدين بقى الكلام ده ما عادش يجي منه. وبعدين أحمد كبير وأكيد عارف مصلحته فين. ما دي مصيبة، أنا متأكد إن مصلحته مش في السفر. أنت غريب والله يا عثمان. سيبه خد تجربته، ولو فشل يا سيدي أنا أضمن لك إنه يرجع المحطة يلاقي مكانه موجود. أشوف وشك بخير يا بابا. أنت مش بتقول الطيارة الساعة 10؟ مستعجل كده ليه؟ محدش ضامن السكة، ولسه عندي إجراءات كتير في المطار. العربية جاهزة وفول تانك. مولت لك 92 وعلى حسابي. لا يا كريم، استنى انت، انا اللي هوصل اخوك. لا يا بابا ملوش لازمه، انا مش عايز اتعبك في مشوار زي ده. انا عملت لك السندوتشات دي عشان تاكلها وانت في السكه. سندوتشات ايه يا بنتي؟ هو طالع رحله الفيوم، الطياره فيها عشاء. خليهم معاه برضه، محدش ضامن الظروف. شكرا يا مان، كان نفسي افرح بيك قبل ما اسافر. طب ايه رايك بقى عشان خاطر عيونك انت كلنا هنفرح بيهم. إيمان كلمي وليد خليجي ومع المأذون. إيه اللي بتقولي ده؟ كاتب كتاب إيه في الظروف دي؟ إيمان وليد مالهم ومال الظروف دي؟ وأحمد من حقه يسافر وهو مطمن عليهم وهما متجوزين. ربنا يخليكي ليا يا أحلى طنط في الدنيا كلها. هتصل أنا بقى بوليد. ربنا يستر بس ما يطب الساكت من الفرحة. طب ما تكتبوش الكتابة لما أرجع من المطار عشان أشهد على المصيبة، قصدي الجوازة. وليد تنزل بسرعة تجيب المأذون. بسرعة بس قبل ما بابا يرجع في كلامه. أول ما أوصل هتصل بيك عشان أطمنك عليها. ربنا معاك يا ابني. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. هتوحشني. السلام عليكم. وعليكم السلام. مدحت عبد العزيز من المباحث العامة. يا أهلا بالداخلية كلها. المعرض كله بالعجل اللي فيه تحت أمر سعادتك يا باشا. كنت عايز اجرب العربيه دي. ليها الشرف يا باشا. المفتاح يا ابني. لا لا مفيش داعي، في مفتاح معايا هجربه عليها. خير يا باشا؟ هي العربيه دي ملطوطه في حاجه ولا ايه؟ هتوحشني يا كيمو والله. وانت يا ابو حميد والله. خلي بالك بقى من نفسك ومن بابا ومن ايمان. انت بس ما تنساش اول ما توصل تطمنا عليك. اختك رانيا جت اهي. كده يا احمد عايز تسافر من غير ما اودعك؟ مش عايزه تعبك معايا يا رانيا. ما انت خلاص تعبتنا، هتسافر وتسيبنا وتوجع قلبنا عليك. لازمته ايه الكلام ده؟ الراجل مسافر في غربه وعايزين كده نشجعه. بطل لماضه احمد، انا جايه معاك المطار. لا خليك انت هنا، وليه جاي في السكه ومعاه المأذون، وما ينفعش تسيبي ايمان في يوم زي ده. هتوحشني، هتوحشني قوي. وانت كمان هتوحشيني، كلكم هتوحشوني. معلش يا استاذ، قلنا نجيبك البيت المره دي علشان نغير العتبه ونكتب الكتاب ونعلي الجواب. وفين الشهود؟ فين الشهود؟ انت بتسالني انا يا وليد؟ ما هو كريم قال لي استناه لما يرجع من المطار عشان عايز يشهد على العقد. بس دي فيها يجي 3 ساعات. وفيها ايه لما استنى 3 ساعات؟ ما ياخد مني بنتي العمر كله. ما دام فيها 3 ساعات يبقى استاذن انا دلوقتي واجي لكم بكره ان شاء الله. تستاذن فين يا استاذ؟ ده انا ما صدقت ان دولنا احنا الاثنين. اقعد عاجبك كده؟ وانا مالي؟ وانا اللي اشهد على العقد. عثمان معلش عشان خاطري اتصرف لنا في اي 2 شهود من اي حته. من السوبر ماركت مثلا؟ بتتريق عليا ليه يا عمي؟ انا مش عارف ليه حاسس ان انت مش مستريح لي. عشان جاي تتجوز بنتي في وقت غير مناسب. مش انتوا اللي قلتوا لي هات المأذون وتعالى؟ معلش يا ولد ما تزعلش، اصل بابا اعصابه تعبانه علشان احمد مسافر. الله، ما هيعمل ايه لما انا اسافر؟ طب اقعد اقعد. اسمع عشان خاطري سيب وليد ينزل يدور على اي 2 شهود في اي حته. هيجيبوا منين الشهود دول؟ من على القهوه. ما دخلش بيت 2 من على القهوه. معلش يا وليد، ابقى يعني استنضف القهوه اللي هتجيب من عليها الشهود. ايه ده على فين؟ انت رايح فين؟ جاي معانا. جاي معانا ايه؟ مالوش لزوم طبعا. لا يا عم
ابوك موصيني ما سيبكش لما تاخد البورد وتختم الجواز. يا عم ملوش لازمه كل ده، ارجع انت عشان تلحق كتب كتاب ايمان. وحشني يا عم. وانت كمان ادعي لي يا كريم. ربنا يوفقك. عارف انا دلوقتي بس عرفت انا بحبك قد ايه. وجيت تقولها لي وانا مسافر؟ يا ريتني كنت سافرت من زمان يا اخي. ايه؟ على فين يا استاذ احمد؟ على فين يعني ايه؟ انا مسافر. لا معلش، احنا محتاجينك معانا شويه في مديريه الامن. مديريه؟ في ايه حضرتك الظابط؟ في ايه دي بقى هيعرفها هناك عندنا. يلا يا استاذ احمد اتفضل معانا. اتفضل. دي رابع كوبايه شاي والشهود لسه ما جوش. زمانهم جايين ان شاء الله، انت ما تقلقش. ورايا شغل يا فندم، ورايا شغل، وزمانهم جابوا مأذونين غيري. معلش يا استاذ، احنا هنعوضك عن اي تاخير، مش كده يا بابا؟ وانا مالي، خلي خطيبك يعوضه. اهو وصل بالشهود. اتفضل اتفضل يا جماعه، نخدمكم في الافراح كده ان شاء الله. اتفضل. انا جاهز يا حضره المأذون. دول اللي هيشهدوا على جوازة بنتي؟ ما لقيتش غيرهم على القهوة. دول يشهدوا على محضر سرقة حبل غسيل، ما كانوش هم اللي سارقينه أصلا. أنت متأكد إن دول قاعدين على قهوة؟ بصراحة لا، هم كانوا بيتمشوا قدام القهوة. يا سلام. هو بيتمشوا بيعملوا إيه إن شاء الله؟ واحد فيهم بيبيع ولعاته السجاير والتاني بيلمع جزم. ولعاته جزم؟ حلاوتك. والله يا جماعة ما لقيت غيرهم. وبعدين هو احنا يعني هنسيبهم؟ احنا بس عايزين البطاقتين اللي معاهم. ودول عندهم بطايق؟ معقولة ماشيين بالليل ما همش بطايق؟ أنت بتسألني أنا؟ طب لحظة واحدة، لحظة واحدة هسأله. أيوة يا كوكي، أنت فين؟ ده احنا جبنا شهود من الشارع. أنت بتقول إيه؟ طيب طيب أنا جاية حالا. اتفضلوا 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 اتفضلوا. الحمد لله. اتنين بطاقة رقم قومي. يلا يا باشا أنا جاهز حضرتك. اتفضل. طبعا اذنك يا جماعه، انا لازم انزل حالا. رانيا انت بتقولي ايه؟ معلش يا حبيبتي، غصب عني ظروف شغل. شغل ايه اللي عايزين فيه دلوقتي؟ هبقى اشرح لك بعدين يا بابا. معقول يا رانيا هتسيبي اختك في ليله زي دي؟ انت مكاني يا رانيا والنبي علشان خاطري خلينا ننزل. استني يا رانيا، انا لازم اعرف ايه اللي حصل. كريم قال لك ايه في التليفون؟ قبض على احمد في المطار ومنعوه من السفر. الميداليه دي بتاعتك؟ هو انتوا جايبيني من المطار عشان تسالني السؤال ده؟ رد على قد السؤال. مش بتاعتي. هدي لك فرصه تانيه عشان تبص فيها كويس. من غير ما ابص. قلت لحضرتك مش بتاعتي. يعني المفتاح اللي في الميداليه ده مش مفتاح عربيتك؟ انا ما عنديش عربيه. اقصد العربيه اللي انت بعتها النهارده الممدوحه باليزيد. دي صورة من التوكيل بالبيع اللي سجلته له في الشهر العقاري. ما دام الميدالية مش بتاعتي يبقى أكيد المفتاح هو كمان مش بتاعي. إزاي وإحنا دورنا بيه العربية؟ ممكن جدا مفتاح واحد يدور عربيتين. إزاي؟ أنت عارف كويس إن ده مش ممكن يحصل. خصوصا في الجيل ده من العربيات الجديدة. احتمال يكون ممدوح أبو اليزيد بعد ما اشترى مني العربية حط المفتاح في الميدالية دي. الميدالية ما كانتش مع ممدوح. كانت معانا إحنا. وفيها المفتاح ده. وانتوا جبتوها منين الميداليه دي؟ سلمتها لنا اختك رانيا. البواب لقى الميداليه دي على السلم قريب من شقه عصام الكاشف، اخدتها منه رانيا وهي شايفه انها اول الخيط اللي هيوصلها للقاتل. انا معرفش حاجه عن الميداليه دي، والعربيه خلاص ما بقتش عربيتي. الانكار مش هينفعك، احسن لك تعترف. اعترف بايه؟ بانك انت اللي قتلت عصام الكاشف. قعدوا ساعه يحققوا معاه وفي الاخر ودوه الحجز. ما عرفتش متهمينه بايه؟ ما نطقش ولا كلمه، ما حدش من الضباط عايز يقول حاجه. انا خايف قوي. طب استناني هنا لو سمحت، انا عايزه اقابل الضابط اقول للمحاميه رانيا بالورد. من كل الله ربنا ينتقم من الظالم. مين ده؟ ده صاحب المعرض اللي احمد بعده العربيه. انت بقى الافوكاتو اللي جاي تدافع عن المحروس؟ اخوك صور قتيل بالعربيه ولبسها لي. ممكن اعرف ايه اللي حصل؟
عندي امل كبير نتعاون مع بعض لمصلحه العداله ولمصلحه احمد نفسه. طب ممكن اعرف هو متهم بايه؟ متهم بقتل عصام الكاشف. انت بتقول ايه؟ ارجوكي تمسكي اعصابك. مستحيل. انت اللي سلمتينا دليل الاتهام. دليل ايه؟ الميدالية اللي لقينا فيها مفتاح عربيته. الميدالية بتاعت احمد؟ هو انكر، لكن المفتاح اللي فيها دور العربية، يعني مفتاحها، يعني الميدالية بتاعته. بس ده مش دليل كافي. انت بتقولي كده عشان احمد اخوكي، وعشان كده دورتي في كل العربيات ونسيتي ان هو كمان عنده عربية نفس الماركة. أنا عايزة أقعد معاه. يا ريت، لأن أنت الوحيدة اللي هتقدري تقنعيه إنه يعترف لنا بتفاصيل الجريمة، ويقول لنا راح فين غير الكالون عشان ما نعرفش نوصل له. لأن لو ما قالش هنوصل إحنا للورشة اللي غير فيها الكالون، ده غير تقرير خبير البصمات اللي هيوصل لنا قريب بعد ما يقارن ما بين بصمات أحمد والبصمات اللي رفعناها من شقة عصام الكاشف ليلة الحادث. سكت ليه؟ عايزين اقول ايه؟ عايزك تقول الحقيقة. الحقيقة انت اكتر واحدة عارفاها. هو في حاجة في الدنيا ممكن تخليني اقتل عصام الكاشف؟ الميدالية بتاعتك. لا. وازاي دوروا عربيتك بالمفتاح اللي فيها؟ مش عارف. بس هم هيعرفوا. هيوصلوا الورشة اللي غيرت فيها الكالون. وما عرفتش تغير الكونتاكت. رانيا، أنا ما عملتش أي حاجة من الحاجات دي. أنت لازم تصالحني يا أحمد. بصفتك إيه؟ أختي ولا المحامية بتاعتي؟ الاتنين مع بعض. أنا هدافع عنك في أي حال من الأحوال، بس أنت لازم تقولي الحقيقة. الحقيقة إنك قدمت لهم الميدالية اللي هتوديني الحبل المشنقة. ما كنتش أعرف إنها بتاعتك. مش بتاعتي يا رانيا، مش بتاعتي. طب افتكر كويس. يمكن تكون كنت جاية عندي ولما حصلت الحادثة خفت جريت وقعت منك الميدالية على الأرض. خفت ترجع تاخدها تاني لحسن حد يشك فيك. روحت ازاي من غير مفتاح عربيه؟ اكيد معاك مفتاح احتياطي. تفتكري بقى لو انا قلت لهم الكلام ده هيصدقوني؟ قولي الحقيقه علشان اعرف اساعدك. الحقيقه اني اتمنعت من السفر يا رانيا، مستقبلي ضاع. رانيا، احمد ما جاش معاكي ليه؟ احمد في مديريه الامن يا بابا. يعني صحيح ابني اتقبض عليه؟ ايه ده يا عثمان، لغايه ما نعرف ايه الحكايه. اتكلمي يا رانيا. وليد خد المأذون ومشي ومحدش فاهم حاجه. مش عارفه اقول ايه. قولي اللي عرفتي. فاكره يا نوال الميداليه اللي كنا بنقول انها هتوصلنا للقاتل الحقيقي؟ مالها الميداليه؟ البوليس بيقول انها بتاعت احمد. وايه اللي يخلي البوليس يقول كده؟ لقيوا فيها مفتاح عربيته اللي باعها النهارده قبل ما يسافر. واحمد بيقول ايه؟ مش بتاعته. بتاعت ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انا فهمت. رانيا فهميني، ابني اتقبض عليه ليه؟ احمد يا بابا متهم بقتل عصام. نوال، اوعي تكوني صدقتي ان احمد ممكن يقتل عصام؟ طب يقتله ليه؟ ده اتعلم الشغل على ايده، ومن فلوس الشغل دفع مقدم الشقه اللي هيتجوز فيها. اكيد اكيد واحد من اعداء عصام هو اللي قتله ولبس التهمه في احمد، وبكده يكون انتقم من عصام مرتين لانه كان عارف كويس قوي عصام بيحب احمد قد ايه. ساكتة ليه؟ ما تقولي حاجة. نعم، عاوزني أقول إيه؟ قولي إنك مصدقة إن أحمد مش ممكن يقتل عصام. التحقيقات لسه ما خلصتش، ومحدش عارف الحقيقة فين. الحقيقة إن ابني مش مجرم. مفيش أي سبب يخليه يقتل أستاذه وأخو مرات أبوه. برضه مفيش سبب يخليه يختار إنه يسافر في الوقت ده بالذات. مش ممكن تكون أنت كمان شاكة فيه. رانيا قالت إن اللي قتل صاحب الميدالية، والبوليس برضو بيقول نفس الكلام ده، وابنك مش عايز يعترف ان الميدالية بتاعته، مع ان كل الدلائل
بتقول انها بتاعته. الجرايد مدام، مدام رانيا هتكسمعني في ايه؟ فيوم البواب جاب لحضرتك الجرايد بتاعت بكره زي ما حضرتك وصيتيه. طيب روحي انت. اروح ازاي بس من غير ما احضر لك العشاء؟ يا ميرفه سيبيني دلوقتي. حاضر، بدنا نجيب العواقب سليمه. ممكن تدخلي تسرحي شويه؟ انت لازم تقومي بكره الصبح فايقه، انت وراكي مشاوير ياما. انا مش هعرف انام ولا ارتاح ولا يهدى لي بال لما اعرف الحقيقه. يا رب يا رب يا رب. ايوه قريت كل حاجة على النت، مفيش غير اننا نستنى ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب اوكي اوكي سلام. بابا قريت جرايد بكره؟ اه التليفون ما بطلش رن، فبعت البواب جابها لي. لغاية دلوقتي مش قادر اصدق اللي قريته. هي فعلا مفاجأة، بس انا ما بقتش استبعد اي حاجه تحصل في اي وقت. يا اخويا الحمد لله، ده انت ربنا بيحبك انه نجدك من العيله دي ومن اللي فيها. مالها العيله حمديه؟ ولا ناسيه ان انا كمان من اللي فيها؟ ودي تتنسي برضه يا كامل؟ اللي قول يا اخويا، ايه اخبار بقى الهانم الافوكاتو اللي كانت رافعة مناخيرها في السماء ومحدش قادر يكلمها؟ يا ساتر يا رب، لحقت تشمتي فيها؟ اللهم لا شماتة، بس عشان تبطل نمرضة. لولا ابنك طلقها كان زمان الناس عمالة تشاور عليه وتقول ادي رئيس النيابة اهو اللي مناسب المجرم. بس ما تنسيش ان المجرم ده يبقى خريم لغاية دلوقتي. عارفة يا اخويا، عارفة انه خريم لغاية دلوقتي، عشان كده بقول البت تيجي تقعد معانا هنا. انت بتقولي ايه؟ يا بابا ماما عندها حق، انا لازم اخد ريم تعيش معانا هنا بدل الجو اللي هي عايشة فيه هناك. اوعى تعمل كده، رانيا في موقف صعب ومش معقول بدل ما نقف جنبها نسبب لها مشكلة. أنا ما يهمنيش في الأول وفي الآخر غير بنتي ريم. ريم محتاجة أمها، ولو خدتها منها هتخسرها للأبد. وهو لسه ما خسرهاش لحد دلوقتي يا أخويا. اطلعي منها أنت يا حمدية وكفاية اللي حصل. أنا مش عارف أقول إيه ريم لما تسألني عن خالها القاتل ده. تقول لها خالك متهم لغاية دلوقتي، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. مش ده اللي اتعلمته في كلية الحقوق يا رئيس النيابة؟ مصيبة يا بابا، مصيبة. فعلا مصيبة، ومصيبة كبيرة كمان. تاني مرة كتب الكتاب يتأجل، في دار المناسبات يجي لنا خبر القتيل، وفي البيت يجي لنا خبر القاتل. وهو ده كل اللي يهمك ان كتب الكتاب اتأجل؟ هو في حاجة أهم كده ممكن أفكر فيها؟ ما كنتش أعرف إن حظي وحش أوي للدرجة دي. بالعكس، أنت حظك حلو وربنا كمان سبحانه وتعالى بيحبك. تقصد ايه يا بابا؟ اقصد ان لو ما كانش الخبر ده وصلك في الوقت المناسب كان زمانك متجوز اخت المجرم اللي البلد كلها مالهاش سيره غيره. اه صحيح، بس احمد لحد دلوقتي متهم مش مجرم. ايوه، بس الكلام اللي مكتوب في الجرايد بيأكد انه مش هيقدر يفلت من التهمه دي. شوف يا وليد، انا رايي انك تصبر يوم او اتنين وتكلم خطيبتك وتفهمها انك مش هتقدر تأجل سفرك اكتر من كده. يعني نكتب الكتاب في الظروف الصعبه دي؟ كتب كتاب ايه يا ابني؟ انت يا دوب تنفد بجلدك. لا يا بابا، انا بحب ايمان ومش ممكن استغنى عنها. يا اخي بكره تنساها وتحب لك واحده تانيه لاخوها ما يكونش متهم في جريمه قتل. حتى لو قاتل فعلا، انا ليه اخدها بذنب اخوها؟ عشان هي اخته، ولو اتجوزتها وربنا كرمك وخلفت لك منها حته عيل، خاله هيبقى في السجن واخد تأبيده. انت نسيت ان احنا مخطوبين ودبلتي في ايديها لحد دلوقتي؟ بسيطه يا سيدي،
سافر انت دلوقتي وخلي دبلتك في ايدها، وعلى ما تنزل اول اجازه هيكون كل شيء ظهر، يا اما التهمه تكون ثبتت عليه وفي الحاله دي يبقى من حقك ان انت تفسخ الخطوبه، يا اما تكون ظهرت براءته ويبقى ساعتها نقعد ونتكلم ونشوف هنعمل ايه. قصدك يعني اسافر واسيب امام متعلقه؟ مش ذنبك، اخوها هو اللي علقنا كلنا. اتفضل. شكرا يا فندم. اتفضل سعد. ها يا سيدي لسه عند رايك؟ عايز تمسك قضيه عصام الكاشف؟ في الحقيقه يا فندم دي فرصه انا مستنيها من زمان، وبعدين حضرتك وعدتني بيها. حتى بعد ما عرفت ان المتهم اللي هتحقق معاه هو احمد اخو مراتك؟ في الحقيقه رانيا مش مراتي، رانيا دلوقتي طليقتي. برضه الوضع حساس، وبعدين جايز ترجعوا لبعض عشان خاطر البنت، وحتى لو ما رجعتوش في النهايه احمد هو خال بنتك. يا فندم انا كل اللي شاغلني دلوقتي ان القضيه دي اكبر قضيه راي عام ومفيده ليا جدا عشان خاطر اصحح وضعي في الشغل. انا لو منك هفكر 100 مره قبل ما اقبل المهمه دي. وانا لو مكان سعادتك مش هتردد لحظه انك تكلفني بيها.